وبعد انتهاء الدور الأول بالفرح البرازيلي العارم في مجموعة بدت سهلة، كان بانتظارهم مواجهة شاقة أمام المنتخب الأرجنتيني بطل عام 86، لكن المراقبين فضلوا البرازيل لأدائها الأكثر تميزا في الدور الأول، وبالفعل قامت بقيادة كاريكا زميل مارادونا في نادي نابولي الإيطالي بالسيطرة الهجومية. لقد أثار هذا حماس المعلقين الأمريكيين الجنوبيين وبالذات البرازيليين الذين جاءوا بكثرة من محطات الإذاعة والتلفزة البرازيلية. لقد كانت مباراة هجومية في اتجاه واحد من جانب البرازيليين، بينما كان مارادونا يترقب. واصل البرازيليون الكرات العرضية، وحاول الحارس البديل جويغوتشيا أن يبذل ما في وسعه للذود عن مرماه، وتراجع معظم المنتخب الأرجنتيني إلى الوراء، وكان على المعلق الأرجنتيني أن يشد من أزر لاعبيه وهو يتحدث عن مباراة تمضي في معظمها في اتجاه مرمى بلاده. لقد بدأ مارادونا وحيدا أمام 11 برازيليا، تعرض أحيانا للصدمات وتذكر ما جرى عام 82 فضبط أعصابه. وخبأ مارادونا ما لديه حتى الشوط الثاني عندما قدم واحدة من ومضاته العبقرية التي أبهر فيها العالم عام 86، واخترق الدفاع البرازيلي وأهدى الكرة لكانيجي المنفرد الذي وضعها في الشباك. لقد تركزت أنظار المدافعين البرازيليين على مارادونا ونسوا كانيجيا الذي قدم له مارادونا هدية الانتصار. لقد كان هدفا حاسما جعل الفريق الذي لم يتوقع الكثيرون أن يمضي بعيدا بعد عثراته في الدور الأول ينتصر على البرازيل صاحبة العلامة الكاملة. لقد كان انتصار مارادونا وكان انتقابه لما أصابه عام 82، لذلك عانت هذه المباراة الكثير له، وعانى هذا الانتصار كثيرا للبطولة.